خليني اخد معانا على التليفون دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف. اهلا سياده النائب. ازاي صحه دكتور؟ يمكن المشهد الحالي وهو مشهد شديد التوتر لو صح التعبير، يمكن انا اقل من حضرتك كتير في هذه المتابعه وفي هذا الفهم. لا والله انا بتابع شويه الصحافه العبري، شويه الاعلام العبري، بتابع ما ينشر على حتى الوكالات المختلفه، زي ما كنت بقول من اول روسيا اليوم للسي ان ان لرويترز لبي بي سي. الكل يحذر بنيامين نتنياهو من مغبه اي صدام مع مصر واي عمليه عسكريه يقوم بيها في رفح. في ظل كل هذا يا دكتور، بتشوف الموقف عامل ازاي؟ وكيف تفسر هذا الموقف من بنيامين نتنياهو؟ وإلى أين سوف ينتهي؟ أنا في تقديري أنه غياب الضغوطات الدولية الحقيقية في التعامل مع هذا الشخص هو الذي أدى به إلى هذا الأمر. وأنا في تقديري أن هذا التصعيد الإسرائيلي وشخص نتنياهو مرتبط حضرتك بغياب الضغوطات الأمريكية بصورة كبيرة. بلينكن جاء في زيارة فاشلة ولم يستطع أن يجالس لا رئيس الأركان ولا المسؤولين في مجلس الحرب ولا القائمين على العملية أصلا في الجنوب، وبالتالي مضى الرجل في خطه. هل هذه الأمور يعني ترتبط بشخص نتنياهو؟ سيادة النائب، إسرائيل ليست نتنياهو، يعني يجب أن نقول أن إسرائيل ليست نتنياهو. من أخذ القرار الآن وصدق الكنيسة على هذه العملية بالإضافة إلى مجلس الحرب بالإضافة للحكومة المصغرة يؤكد هذا نهج دولة وليس نهج نتنياهو. صحيح أنه ماضي لكنه يتصدر المشهد ويريد أن يقول رسالة للجمهور الإسرائيلي أنه ماضي في طريقه وأنه بيحارب الحرب الأخيرة له، وبطبيعة الحال رسالة إلى الجمهور السائر الذي يطالب بالإفراج عن القصر. حتى هذه اللحظة الرؤية في إسرائيل مهمة أن نطلع عليها. أولاً يعني غير معلوم حتى هذه اللحظة شكل العملية وإطارها وأهدافها. هم يتحدثون عن خيارين، إما عمليات نوعية تكتيكية في عمق المدينة وإما القيام بأعمال مباشرة، يعني استدعاء قوات مخضوية، قوات اللواء الجولاني اللي كانت سحبت فيه من أكثر من حوالي شهر ونصف للدخول في بعض المناطق ومحاولة للتعامل في العمق بصورة كبيرة. موضوع الاجتياح حتى الآن في تحذيرات كبيرة في إسرائيل من هذا وفي عدد من جنرالات الجيش السابقين، وده صوت ضعيف للغاية. وبالتالي أرجو ألا نختصر الأمر سيادة النائب في أن الأمر مرتبط فقط بنتنياهو، إنما في إجماع على العملية في إسرائيل. قادة أجهزة المعلومات متوافقين في هذا، يعني رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك، رئيس أمان، رئيس المستخبرات العسكرية، وهكذا الجميع متفق على هذا. وبالتالي القرار ليس قرار فردي. أما الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية أنا في تقديري لن تفيد، لأنه الإدارة الأمريكية شريك في هذا، شريك مباشر فيما يجري. ولا تنسى حضرتك أنه هم من أعطوا السلاح لإسرائيل. بلينكن كما تعلم وقع على صفقة السلاح الثانية تحت بند الطوارئ الفيدرالية، فبالتالي في تواطؤ وفي يعني اتفاق على الاستمرار في العملية، وأنه الخطر واحد ممثل في حماس. وبالتالي حينما يردد الرئيس الأمريكي طبعا ما يقوله، وطبعا هذا الكلام مفترض أن يتم مراجعته، وبطبيعة الحال بيان رئاسة الجمهورية من كم يوم، واليوم طبعا بيان الخارجية المصرية قوي وواضح ونقل رسالة مهمة ولا يحتمل الأنصاف سيارات وأجنبي، بالتالي الأمور واضحة في إطارها. طبعا في بدائل كثيرة للتعامل مع المشهد، يعني القضية ليست رفح فقط. القضية إذا أرادت إسرائيل أن يعني تنزع سبيل المواجهة، وخصوصا حضرتك ان احنا مش القضية كم يوم على رمضان، القضية مرتبطة بالإجرام الإسرائيلي. هذه دولة إرهابية بالفعل، وأنت تتعامل مع إرهابيين. الحكومة المصغرة كما تعلم فيها سكة مش يعني عضوين أو وزيرين مطلوبين رسالة النائب في مطارات العالم كإرهابيين، ويصادر ليهم في محاكم المحكمة الجنائية أحكام مباشرة في هذا الإطار. فأنت تتعامل مع حكومة إرهابية من الطراز الأول، لن تسمع ولا تنصت لكم. لم يعد هناك حديث في محكمة العدل الدولية اللي كان مفترض إسرائيل خلال 30 يوم تقدم بيانات ومراجعة لما تم. طبعا إسرائيل لم تقم بأي شيء. مجلس الأمن غائب ومغيب، وأمينه العام اكتفى طبعا بما يجري في إصدار بيانات وغيره. لكن في كل مثل هذه الأمور كانت هناك بدائل ولا تزال مطروحة. هذه البدائل طبعا إما عمليات في نقل
بعض الفلسطينيين، مش عايزين نقول أرقام، لكن كان يمكن أن يتم نقل إلى مناطق الوسط وإلى مناطق الشمال، ودي المناطق المطهرة أو المعقمة اللي إسرائيل عملتها، بالإضافة إلى مناطق مجاورة ربما تكون غير صالحة للحياة. لكن منطقة المواطي مثلا على سبيل المثال، دي منطقة كان ممكن يتم فيها، وفيها فيها حد يعني فيها عدد كبير، لكن القضية مش في ده. القضية في إنه إسرائيل إذا أرادت أن توجد حلا في هذا التوقيت فستوقف ده، لأنه في سؤال كابتن نائي، إذا لم يعثروا على عناصر المقاومة أو ضيف أو السنوار محمد أو يحيى أو غيرهم في منطقة رفح، فبعد ذلك سيقولون في أين ذهبوا هؤلاء؟ بالتالي في إخفاق كبير لأجهزة المعلومات. وكما تعلم بدأنا بمدينة غزة شمال، ثم نزلنا لمدينة غزة، ثم مدينة خان يونس، ونزلنا بعد ذلك إلى رفح. فبالتالي الإخفاق الإسرائيلي يعالج حول معالجة للوصول إلى الأهداف الثانية. الموضوع مرتبط بالأسر العائلات، يعني طبعا إسرائيل ستخسر كثيرا إذا طبعا توجيه عملية وسقط فيها 137 عنصر من الأسر، يعني الأمور برضو مش هتكون وردية لإسرائيل، في خسائر كثيرة إسرائيل ستقوم بها، والمقاومة في رفح مقاومة كبيرة، والقضية مش أربع كتايب وعناصر، هذا كلام طبعا سيحتاج إلى مراجعة. في النهاية أنا أعتقد أنه نحن الآن أمام إرهاب دولة منظم، العالم يقف يناشد الحكومة الإسرائيلية في التوقف في هذا. وأكرر لحضرتك، هو ليس نتنياهو وحده، هذه يعني هذه توجهات دولة بالكامل وراءها الولايات المتحدة وقوة غربية. هل تسمع سيادة النائب على أي مواقف دولية تم طرحها باستثناء البيانات الإنشائية والجمل التي تؤكد على ضرورة الحل الإنساني وإقامة ممرات إنسانية، وكأنهم ينتظروا وقوع الكارثة؟ طبعاً إذا امتدت الأيام قبل رمضان، توقع الأقليم سيشتعل بكل ما فيه، لأنه سيكون هناك أيضاً مواجهة في مدينة القدس، وأيضاً سيكون هناك تحديات كبيرة في الضفة الغربية. الإقليم سيشتعل بصورة كبيرة، وطبعاً توقع الارتدادات ما سيجري ستكون أولها استهداف الوجود العسكري الاستراتيجي الأمريكي في الإقليم. يعني سيادة النائب، أنت تلاحظ الآن أن الأمور هديت في الجنوب، هديت في استهداف الفصائل، إيران بتوصل رسائل إلى الجانب الأمريكي، لكن إذا عدتم عدنا، بمعنى حتى الآن المنطقة معرضة إلى استهدافات إقليمية خطيرة للغاية، وترك إسرائيل في هذه الحالة تحاول أن تقول رفح، توقع الخيارات السيئة، أنت تتعامل بين خيار سيء وخيار أسوأ، سواء التعامل مع نتنياهو أو التعامل مع الرئيس الأمريكي، رجل طبعا في حالة هذيان سياسي، تقدم العمر، غير ملم بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وأنا ذكرت من كام يوم أنه هو لا يعرف أصلا قطاع غزة من مدينة غزة من وادي غزة، صحيح. فبالتالي لا نريد أن نحمل الأمور أكبر من قدرها. بلينكن غير قادر، يعني دبلوماسي غير قادر، وما ليست لديه إلمام بتاريخ الصراع. ربما الأمل في مدير المخابرات المركزية، ويعني هذا الرجل ربما لديه إلمام ببعض الأفكار والرؤى، ولديه أيضا خبرته الكبيرة، لكن نحتاج السياسة، نحتاج السياسة في هذا التوقيت للتعامل. طيب مع هذا دكتور الحكومة. يعني أمره قلب لما لا، وده مهم، يعني ده سؤال انا عايز افهمه. طيب الجنرالات اللي موجودين وقيادات الاركان في الجيش بيحذروا الراجل من الدخول في صدام مع مصر، انه اي عمليه شامله في رفح هتساوي فورا رد فعل مصري، او سوف تطلق رد فعل مصري من شانه انه يكون صدام، وحذروه من مغبه هذا الصدام مع مصر. فدي حاجه انا محتاجه افهمها. الحاجه الثانيه، وانه يعني هذه النصائح من قيادات الاركان عنده ليه ما عطلتش هذا القرار، او لغته او اخرته او اجلته؟ من ناحيه تانية، هل هم مش مستوعبين انه من الوارد انه تتفتح جبهه في العراق تاني، تتفتح جبهه سوريا تاني، جنوب لبنان تاني، الهدوء النسبي اللي حصل في مضيق باب المندب وخليج عدن من الوارد انه يعود مره تانيه للاشتعال، وبالتالي المنطقه كده مش هتشتعل، المنطقه هتنفجر؟ يعني خلينا اقول لحضرتك انه الصوت في هيئه الاركان وفي مجلس الحربه هو بالفعل زي ما اشرت سياده النائب، ما هو حذر نتنياهو من الاستمرار في هذا المخطط بالكامل، يعني سواء عمليات التمرير او الترحيل او القيام بعمليه عسكريه شامله. لكن
هم يخشوا من معاهدة السلام، لأن يعني التحذير طبعا أنه في خيارات أمام مصر، وطبعا إذا تم تجميد بنود الاتفاقية أو البروتوكول الأمني أو تم وقف الاتصالات الأمنية وغيرها، هتكون طبعا تداعياته وارتداداته على إسرائيل كبيرة. هم يريدون السلام مع مصر، يعني برغم كل ما يجري لكن في إجماع على أهمية معاهدة السلام مع المصريين، وإنه مصر جيش نظامي وليست فصائل وميليشيات. وفي تحذير كبير لنتنياهو في آخر اجتماع مجلس حرب كان أول امبارح، وأعتقد الرسالة كانت وصلت له أنك لا تتعامل مع ميليشيات وفصائل وإنما جيش منظم ترتيبه رقم 15 في العالم، في إشادة كبيرة لإمكانيات وقدرات الجيش المصري في هذا. بالتالي القضية مش تعرض المعاهدة للخطر، أنت تعلم إنه مصر لديها إمكانيات كبيرة وفي رسائل رابعة كثير منها لا يقال على الموجة المفتوحة، وبالتالي ردع إسرائيل يتم ردع إسرائيل يتم بصورة كبيرة، وهم مدركين لخطورة هذا الأمر إنهم يلعبون بالنار ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء التي يمكن. صبر مصر طال كثيرا على إسرائيل بالمناسبة، وبالتالي هم مدركين لهذا. أما موضوع الجبهات طبعا ليس خافي على حضرتك إن في ضبط إيقاع لتسخين الجبهات، من يقوم به هو إيران. يعني إيران حينما تريد أن تسخن جبهة الجنوب، جنوب لبنان أو في اليمن أو في الفصائل العراقية، وفي حوارات بتتم أمريكية إيرانية تقوم بها بعض الأطراف في هذا التوقيت بهدف ضبط إيقاع ما يجري. وبالتالي الولايات المتحدة حتى الآن لا تخشى على مصالحها، لم يخطف لها الكابتن النائب سوى ثلاث جنود فقط في بعد استهداف قاعدة السند على الحدود الأردنية السورية. بالتالي أنا في تقديري ستوقف الحرب فورا إذا تضررت المصالح الأمريكية ضرر كبير في الإقليم، هذا أمر مهم للغاية. وقتها الولايات المتحدة لن نستجدي منها أن تتدخل لوقف الحرب، القضية ليست من خطوات شعبية الرئيس الأمريكي، ولا إن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات وغيره. ولابد أن ننوه أنك أنت أيضا تتعامل مع إسرائيل من الداخل، إسرائيل جمهورها والرأي العام والشعب الإسرائيلي شعب إرهابي ومتطرف طبعا. آخر تقرير اتعمل في الاي ان اس اس تقرير مركز دراسات الأمن القومي من 3 أيام أكد على أن أكثر من 80% من الشعب الإسرائيلي عايز استمرار العملية العسكرية وإتمام. فبالتالي أنت تتعامل مع مجموعة إرهابيين مش مسؤولين فقط، دول كانوا ممنوع عليهم العمل في السياسة كما تعلم، يعني هؤلاء الوزراء كانوا ينتمون إلى حركة نائب كهانة، صحيح كان حركة عنصرية إرهابية تمام، وكان ممنوع العمل عليهم للسياسة. نحن نتعامل مع مجموعة إرهابيين، وأنا أعتقد أنه المنطقة على حافة يعني من المخاطر والتحديات. طبعا هو الرجل لا يحارب حرب الأخيرة سيادة النائب بالمناسبة، وزي ما قلت لحضرتك هو مستمر في نهجه. للأسف أن أنا أقول لحضرتك مكونات لإئتلاف قوية في إسرائيل، حكومة قوية يعني لا تتوقف أمام يائير لبيد أو بني غانت أو توزيع الأدوار أو غيره، الحكومة قوية ومكوناتها مستمرة، وبالتالي لا نريد أن نعول على الداخل الإسرائيلي أنه هيضغط وأن الاحتجاجات موجودة، ده أمر طبيعي وكانت بتتم قبل عملية غزة كما تعلم. كل يوم سبت وثلاث كان عندهم شفت احتجاجات كده بينزلوا بالليل يقعدوا حوالي ساعة ساعتين يحتجوا على قانون الإصلاح القضائي. أنت تتعامل مع مجموعة إرهابيين، أنا في تقديري أنه المنطقة في خطر، الاحتجاجات الإقليمية لن تنجو منها أي طرف، يعني كل الأطراف مهددة، كل الأطراف في الإقليم مهددة، صحيح. ولا يوجد طرف غير مهدد، صحيح. الولايات المتحدة في النهاية هي بإمكانياتها وقدرتها أن تضبط إيقاع هذه الدولة الإرهابية ومسؤوليها إذا أرادت، لكن حتى الآن يا سيادة النائب الضغوطات الأمريكية تتم بصورة يعني عابرة وسطحية، حتى الاتصال اللي حضرتك تم النهاردة بين نتنياهو وبين الرئيس بايدن يتم في إطار وفي سياق الخطر واحد وهو حماس، حماس تهدد الولايات المتحدة. كلام فيه كثير من الهذيان السياسي لرئيس تقدم به العمر ولم يعد لديه الإمكانيات في القيادة، وبالمناسبة الولايات المتحدة تتخطف بين رئيسين سيء وأسوأ، ما بين رئيس أنت تعلم من هو ولم يقدم بصراع العرب الإسرائيلي شيء هو رئيس جو بايدن، والرئيس السابق ترامب الذي اعترف بالسفارة في القدس واعترف بها وأعطى القدس لهم واعترف ونقل السفارة وقام بعمل. فأنت تختار ما في الأمة الأمريكية ما بين سيء وأسوأ، لا نتوقع خيرا من الإدارة الأمريكية،
هنا بقى سيبقى السؤال الاعتماد على مين. لابد للمواقف العربية أن تتوحد، لابد أن تتدعم الجهود العربية وتفعل بصورة كبيرة، وإعادة التأكيد على انفتاح العلاقات العربية على قوى أخرى. احنا بذلنا مجهودات كبيرة مع الجانب الصيني والجانب الروسي والجانب الفرنسي والبريطاني، وبعدين توقفنا. ولا تتوقع أن هذه الجهود إذا قدر الله حصل المواجهة ودخلوا رفح، فتكون طبعا جلسات مجلس الأمن ولجان التحقيق مكررة، ولا نتوقع أنها ستكون قادرة. الأمين العام نفسه مستهدف كما تعلم طبعا إسرائيل. إسرائيل والوكالات ليست وكالة غوث وحدها، إنما التنظيم الدولي كله يتعرض لاستهداف من دولة إرهابية انشئت بنص قرار 181 الصادر من 47 والقاضي بإعلان دولتين، الدولة اليهودية والدولة العربية اللي هي الفلسطينية المفترض. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، حقيقي كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.